في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون jendela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta paham terhadap kegunaan dan yang menyesatkan diri kita di jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita aturan-aturan dan tuntunan yang menunjukkan kita kepada kebenaran, yakni agama Islam. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب.